الكاميرا في بايظه. نشيل الزراية وانطلع فوق قبل كده مش بتاع دفة واحد دفة لما اتحرق يعني دفة بكشت عملية بتاع الترنسات. عندي صفاح مليانة ترنسات غير اللي فوق. وبدل ما فضيل اللي نحن بيه عندي 4 سجن شايله. أركب بلا ترنسة هنا بدل إيه المحروق. عندي ترنسات هنا. شوف واحد مدرسه ويركب ترنسات. طيب يعني ممكن تبقى شغال كده برضو يعني بالمكوى والحاجة والأفوميتر والكلام ده كله؟ بنبوك الشهيرة من الكهرباء يعني على قد ما تقدر. بس هي صاحب العدة دي ايه او صاحب الراديو ده شغال ايه او بيستخدمه في ايه دلوقتي؟ بيشغله ده اللي ماشي دلوقتي بقت تعفى. واسكندرية ما فيهاش حاجة لندسها الأول دي بقى السحرين بتنوع الأخضر. وانت برضو كده قول لنا مكوناته يعني بحيث يفرق عن الحاجات الجديده لان انا شايفينه مليان سلوك وحاجات كتير قوي. ما ده النور ده فيه مكثفات ومقاومات النقوه. ايه